مدته 4 سنوات ولا يزال. إنه ليس بعقد مورينيو ولا مدة حكم بوتفليقة، إنه مسلسل سامحين يا سادة. ف4 سنوات وأكثر من 800 حلقة لم تكن كافية لشفاء غليل البطلة منار لكي تسامح، وكأنه قد خانها مع أنجلينا جولي. وفي هذا الصدد أكد المؤرخ عميد سولامي في كتابه المسكيني في تفسير سامحيني على أهمية هذا المسلسل، إذ أنه عاصر أجيالا وربى أطفالا إلى أن تزوج من تزوج ومات من مات. وللإشارة، فمسلسل سامحيني هو مصدر فكرة إشهار فيري لغسيل الأواني، حيث يدوم ويدوم ويدوم، وهذا ما رفع أسهم شركات الصابون. ومع طول انتظار المغاربة وضع منار لمولودها الجديد الذي دامت مدة حمله أكثر من عامين، قضت معظمها في سجن عكاش التركي، إذ سيلقب المولود فيما بعد بالمشرمل منذ صغره. إلا أن هذا لم يمنع المغاربة من الاحتفال بهذا الحدث، بل وقد فاق احتفالهم بفوز المنتخب الوطني المغربي، ومنهم من شاء أن يحتفل على طريقته ليخرج إلى الشارع ويصرخ به هرمنا هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية. هذا وقد أعلنت مجلة تسونامي أن باروش قد دخل كتاب جينيس للأرقام القياسية لأطول مدة حبس أنفاس في قناة فاروب الخاصة بمنار. وقرروا مسؤولي المدينة إنشاء تمثال للرضيع بهذا الإنجاز قبل أن يسرقه بلال والبحرام، فيضرب المسلسل كله في الصفر وتتجدد الأحداث. سامحيني هو المسلسل الذي جعلنا دون وجبة عشاء لمدة فقط 4 سنوات، رغم أن النهاية ستكون تراجيدية مع انتحار منار، لكي يدوز المغاربة بعدها لمسلسل جديد يشدون به السدون. ولا يسعنا إلى التعليق، بمنار خلصت والشعب ما لقي في نبات. نهاية النشرة خلاص.